ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج من يكتب التاريخ. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة. حياكم الله، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. حياك الله وبياك، أراك متحفزا. الحمد لله، نسأل الله يجعلنا سبب خير لهذه الأمة إن شاء الله، ونبرأ عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل لنا حاجة في أن نصحح الأخطاء الموجودة في التاريخ أو أن نقيم بمثل هذه البرامج دكتور خالد؟ نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الأمة أراد الله تعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أمة طيبة وقورة خيرة. وهذه الأمة محفوظة من الزلل في العمل، ومحفوظة من الانحراف في الفكر، طالما أنها معتصمة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المصادر أو قل الجذور التي تغذي فكرها وقلبها، فتكون معصومة بمنهج محفوظ بحفاظة الله. وأي عبث في هذه المصادر التي تغذي عقول الأمة وفكرها إنما يدمر هذه الأمة ويفرغها من مضمونها، فلا تصبح خير أمة ولا تصبح أمة إمامة. لذلك أعداء ديننا من الماضي وحتى في الحاضر كانوا ينظرون كيف يضربون هذه الأمة في أسسها وجذورها التي قامت عليها لتنهار. فالبداية كانت ثلاثة من الرهبان من المستشرقين ذهبوا إلى الأندلس، تعلموا اللغة العربية وتعلموا العلوم الإسلامية، ثم رجعوا وعكفوا كيف تنهار هذه الأمة. نظروا أن سر بقائها وقوتها في منهجها وفي علمها الذي تستمده من مصدرين أساسيين، الكتاب والسنة. حاولوا مع القرآن ففشلوا، فبدأ الضرب في ثلاثة أمور: في السنة للتشكيك فيها، وفي عدالة الصحابة لتشويههم لأنهم هم النقلة الأمناء الذين نقلوا الوحي، فإذا كان هؤلاء ليسوا عدولا وليسوا أمناء، إذن هذا من باب أولى طعن في المنهج نفسه. صحيح. طعن في الرسول وطعن في القرآن. ثم التزوير في التاريخ حتى يلبس على هذه الأمة دينها. حينما فشلوا مع القرآن بدأوا في هذه الثلاثة: الطعن في السنة والطعن في الصحابة والتزوير في التاريخ. إذا لنا حق في إقامة مثل هذا البرنامج. نعم. صحيح التاريخ. نعم، وإلا هنالك بعض الإشاعات وبعض الاتصالات الخاصة بي تقول إلغي هذا البرنامج ولا تقم به. نعم، نحن لله الحمد، الله عز وجل جعل هذه الأمة لها أسباب النصرة والبقاء والتمكين، والله يسخر من الأسباب ما يحفظ دينا سواء بنا أو بغيرنا. ولكن مثل هذه البرامج إنما هي أسباب يحفظ الله تعالى بها دينه، لأن من واجب العلماء أن يردوا الشبهات وأن يجهروا بالحق حتى لا يلبس أحد على هذه الأمة دينا. لأن ما هو البديل؟ سيصبح هناك نوع من الدين البديل. الدين البديل ما هو؟ عبارة عن قصص وحكايات وروايات يستمتع بها العامة من الناس حتى يستغلق فهم الكتاب والسنة. يصبح القرآن والسنة عبارة عن لوغاريتمات أو طلاسم لا نستطيع فهمها. يا جماعة حدثونا عما نستطيع أن نفهم، نريد أحد يكلمنا بلغتنا. فأصبح الدين في هذه الصورة. إذا وصلنا إلى هذا المطلب، هذا هو غرض المستشرقين، أن يصلوا إلى هذا، أن يتحول الدين إلى قصص وروايات تمتع العامة وتمتع الناس حتى يصرفوهم عن منهجهم. طب ما القرآن فيه قصص؟ القرآن فيه قصص، ولكنه قصص الحق ومنضبط، حتى أن العالم البصير يستطيع أن يميز بين الإسرائيليات التي دخلت في التفاسير حتى تشوه أعظم القصص وأحسن القصص الذي أنزله الله في كتابه عبرة وهدى ورحمة. من الذي يستطيع أن يعرف هذا؟ إنما هو العالم البصير. فلما تحول الدين إلى مجرد قصص وأكاذيب من أكاذيب القصاص، أصبح الناس ينصرفون عن مصادر هذه الأمة من الكتاب والسنة إلى هذه الثقافة البديلة. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج القصاص من المسجد في الكوفة، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم. رضي الله عنه، ومن العشرة المبشرين بالجنة، كان يخرجهم من المسجد خوفا
على أن يفتن بهم العوام فينصرفون عن العلماء والفقهاء إلى هؤلاء القصاص الذين لبسوا على الأمة دينها، لأنهم يتكلمون بأشياء تمتع الآذان. يحكي لك قصة خرافية لا أصل لها ولا فصل، أنت قد استمتعت بهذه القصة، ثم تكون النتيجة أن الناس قد انجذبوا إلى هذا اللون من الدين المزيف، فيأتون سراعا ويأتون أفواجا لأنه صادف هوى وصادف شهوة في قلوبهم. ثم بعد فترة تأتي الردة السريعة، بعدما جاءوا انصرفوا مباشرة لأنه ليس هناك جذور وليس هناك أصول تبنى عليها هذه العقائد والأخلاق وهذا الفهم الصحيح الصافي الراقي النقي الذي تركنا عليه حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة على دينه، نقول من هذا المنبر لكل الدعاء اتقوا الله في عقول الأمة، لأن قلوب الأمة وعقولها إنما هي آنية قد استأمنون عليها. طب والأمة من أين تعلم أن هذا صواب وهذا غير صواب؟ على من يتكلم في الدين أولا أن نعرف أين تعلم ومن هم شيوخه، وهذه مسؤولية كبيرة، وأنا أيضا من هنا أقول على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة. قبل أن يخرج أحد على الأمة في مشارقها ومغاربها يسمع كلامه في القارات الخمس ويتضح بعد ذلك أن ما قاله كان كذبا وتخريفا. نحن جهة إعلامية شيخنا، ليست لنا بضاعة كثيرة في الدين حتى نعم. علينا فقط أن نعرف الشهادات أين تعلم، إذا كان هناك شهادة تعلم بها أو إذا كان هناك أحد أجازه في هذه العلوم الشرعية كأي تخصص. أنت إذا جئت في برنامج طبي وتسأل عن مسألة طبية، أولا تأتي بطبيب وتعرف أين هو وأين يعمل وما هي شهاداته، وإلا تكلم بغير علم. الدين أولى. العز بن عبد السلام مرة أفتى بفتوى أخطأ فيها، فأرسل رجلا في شوارع وحواري القاهرة ينادي يا من أفتاه العز بن عبد السلام في كذا وكذا، الصواب كذا وكذا. ظل ثلاثة أيام ينادي في حواري القاهرة يا من أفتاه العز بن عبد السلام، وكان يسمى أمير العلماء رحمه الله وسلطان العلماء، من أفته العز بن عبد السلام في كذا وكذا، الصواب في كذا وكذا. هذا عالم يحترم نفسه ويحترم علمه، ولذلك نحن نثق في هؤلاء العلماء الوقفون عند حدود الله. هذه أمانة علينا قبل أن نتكلم لدرجة من يجعل في الأمة فوضى، إنما سينسف أولا جهود الصحابة في التثبت والتوثق. الأمر الثاني جهود علماء الأمة على مدى قرون طويلة وهم يغربلون ويمحصون ووضعوا علم الجرح والتعديل في النظر في أحوال الرجال والسند، حتى أنهم كانوا يدققون في اللفظة. ترى أحيانا في بعض الأحاديث يقول لك رواية البخاري كذا ولكن رواية مسلم بلفظ كذا، حتى الكلمة الواحدة إذا تغيرت في الحديث كانوا يستوثقون. ما علينا إلا أن نستوثق. يعني مشكلتك في بعض الناس يقول ماذا أبدل كلمة بكلمة وحرف مكان حرف واسم مكان اسم. الموضوع بسيط ليس بهذه الضخامة التي تتحدث عنها. من تساهل في هذا إنما طعن في المنهج نفسه، لأن ديننا علمنا مبدأ التثبت حتى في الكلمة الواحدة. الله أكبر. القرآن إعجازه في الحرف، الحرف الواحد فيه إعجاز. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن لم نتثبت سنفتح باب التساهل، وبعد ذلك يصبح عندنا معلومات في الدين لا علاقة لها بكتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما هي معلومات بديلة. وهذا هو غرض المستشرقين، أن يصلوا إلى هذا الهدف، أن تنحى المصادر الأصلية وأن يصبح هناك المصادر البديلة من القصص أو التزوير في التاريخ أو ما لا نعرف له أصلا من فصل. لكنهم عند تنحيتهم أصلا من أصول الشريعة كالقرآن أو السنة مثلا، لهم من الأسباب ربما ما يبدو في ظاهرها أنها منطقية وتسير العقل البشري، ولهذا اسمح لنا أن يكون موضوع هذه الحلقة التزوير في السنة أو التساهل أو نفي السنة بالكامل والاكتفاء بالقرآن الكريم كنص شرعي للاستدلال. أحسنت. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوع حلقتنا هذه ما حول إنكار السنة أو التزوير في السنة وجماعة منكر السنة، ماذا يقولون فيها؟ هل السنة للاستئناس وليس للاستدلال كما يقولون؟ إذا كان ربنا تبارك وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء والكتاب هو القرآن الكريم، فلماذا نلجأ إلى السنة؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع دار الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم في من يكتب التاريخ. فاصل واصل، كونوا معنا.
مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم مرة أخرى ومن يتبع التاريخ، وما نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله. بيك معنا اتصال هاتفي نأخذه. تفضلوا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم أخونا محمد من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل اخي محمد. في هذا العمر الشيخ يرى تهاون البعض في كثير من الناس، وخاصه هنا في البلاد في قضيه استاذ زياد، فنرجو توجيه منكم. بارك الله فيك. قضيه ماذا؟ ما سمعت اخي محمد. حول قضيه استاذ زياد. ما سمعت. قضية التكفير لا أدري. خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي محمد. قضية ماذا؟ أخي محمد، يعني أنا أهيب بكل المتصلين الأحباب الكرام أن يحدثونا بالعربية الفصحى، لأننا لا نفهم اللهجات حقيقة، يعني ربما هذا من ضياع هوية اللغة العربية الفصحى أيضا، فلنلتزم الفصحى حتى يكون بيننا وادي تقارب نفهم على بعضنا البعض. اخونا الكريم محمد من دبي، مرحبا بك. الله يجزيك خير. اولا اشكرك واشكر الشيخ الفاضل اللي معك. بارك الله فيك. الحقيقه فقط ان المشكله يعني في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني انه الانسان ما يتكلم، يقول من تكلم علي بغير من يعني من غير السنه فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا. اي نعم، هو من الحديث من كذب عليه متعمدا. جميل، بارك الله فيك. سليم، احسنت، شكرا. حقيقه هذا الحديث هو يعني يعتبر اصل من الاصول كما تفضل الشيخ قبل يعني قبل شويه. نعم. بان المشكله في مساله الحرف، هذه كما تفضل الشيخ بان هذا الحرف قد يغير المعنى باكمله. نعم، صحيح صحيح. فمثلا يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن صلاح راح عن باي اللي هو من تكلم علي بغير من كذب بغير علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اي نعم صحيح، من كذب علي متعمدا هذا صحيح. شكرا، بارك الله فيك اخي محمد. ولكن في حديث على كل حال في حديثين او ثلاث احاديث يعني دكتور خالد، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقول فليتبوأ مقعده من النار. نعم، شكرا لأخي محمد، بارك الله فيك، شكرا لك. هذا حديث كبير، لكن اسمح لنا أن ندلف إلى موضوعنا، موضوع إنكار السنة. نعم. بالكامل، الذين ينكرون السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. والكتاب هو القرآن، طالما أن الله لم يفرط في القرآن من شيء فليس لنا حاجة في أن نتبع غير القرآن الكريم. نعم. فماذا ترد عليه؟ أولا، هذه الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الأحكام الشرعية جاءت في القرآن الكريم إجمالا، ولكن نعم. الجزئيات والتفاصيل تركت للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. استدلالهم بهذه الآية خاطئ من عدة نواحي. الأمر الأول أن هذه الآية قصد بالكتاب فيها اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم، وفهم هذا من سياق الآية. ومصيبتهم أنهم يستدلون بآيات من القرآن ولا يعرفون اللغة العربية، ويقطعون الآية عن آيات أخرى لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فالمقصود بالكتاب هنا بإجماع وكثير من المفسرين هو اللوح المحفوظ، هذا يفهم من سياق الآية نفسها، لأن القرآن استخدم كتاب بمعنى القرآن المصحف. نعم، لكن الكلمة تفهم في السياق، يعني هذه الآية بدأت بماذا؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الحديث هنا عن علم الله المحيط بكل الكائنات. القرآن ما جاء لينظم حياة الطيور ولا الأفلاك، وإنما جاء لينظم حياة البشر، فيه أحكام، فيه شرائع، فيه حلال وحرام، فيه أوامر ونواهي. لذلك الكتاب هنا بإجماع المفسرين أو عامتهم قالوا المقصود به هو اللوح المحفوظ. هذه أولى. أمر آخر، لو قلنا بقولهم أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم، نحتكم إلى عماد الدين وهي الصلاة. كم عدد ركعاتها؟ ما هي هيئاتها، سننها، كيف نؤديها،
من الذي فصل هذا الأمر الذي جاء في القرآن مجملا ثم بيانته السنة؟ أمر آخر في الحج حينما كان يحج صلى الله عليه وسلم، من الذي علمنا مناسك الحج؟ خذوا عني مناسككم. حتى في أمر الصلاة ما قال لنا صلوا كما تجدون في القرآن، ولكن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الأوامر المجملة جاءت في القرآن ثم فصلتها السنة. قس على ذلك أوامر بنأخذ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام السنة العملية فقط، ليست السنة القولية كما أصلتم في الحلقة المنصرمة. نعم، السنة تطلق على كل قول وفعل وتقرير أو إقرار وصفة، كل ذلك يسمى سنة. يعني إذا قد نأخذ ما أثر عن النبي من سنة عملية فقط عن نعم. فعل نعم. نترك السنة القولية والتقريرية أو الإقرار أو الصفة. نعم، هذا أيضا طعن في القرآن الكريم، لأن الله تعالى أمرنا بالاتباع المطلق الكامل، وأقواله صلى الله عليه وسلم كأفعاله. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى قول فعل. هذا نعم، حتى عند التحاكم. نعم. عند التحاكم رب العزة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صحيح، لكن في الآية التي تفضلت بها وما آتاكم الرسول فخذوه قالوا أنها حادثة عين، يعني والعبرة هنا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لأنها جاءت في الفيء فقط. هذا أيضا من جهلهم بطبيعة آيات القرآن الكريم، لأن الذي يقول هذا سينسف كل آيات القرآن الكريم ويقول أنها مخصوصة بأسبابها. ولكن عند علماء الأصول العبرة دائما إنما هي بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وإلا لغينا كثير من آيات القرآن الكريم. فهذه الآية وإن جاءت في الفيء ولكنها آية عامة يعضدها آيات أخرى، منها الآية التي ذكرتها. هذه فيها خمس أمور تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك هذا قسم. نعم. لا يؤمنون نفي للإيمان، حتى يحكموك الأمر بالتحكيم فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا الحرج يتعلق بالنفس بالأمر الداخلي، ويسلم تسليما معناها إذعان وانقياد ظاهري. نعم. طلب منا الانقياد الباطني بمعنى القبول، والانقياد الظاهري بمعنى الاستسلام والمتابعة. هذه خمس أمور في آية واحدة. كما أن هناك أمور جاءت في السنة لم يأتي في القرآن منها شيء. الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحول بالقبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، حينما توجه الصحابة إلى بيت المقدس، هل هناك آية في القرآن الكريم تدعون أو كانت تأمر الصحابة بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، أم أن هذا أمر شرع بالسنة؟ أمر شرع بالسنة ثم نسخته آيات القرآن الكريم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. أحسنت الرد. معنا اتصال هاتفي من فلسطين، أخويا يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل سؤالين. بس في البداية أول شيء بدي أعتذر للأستاذ الدكتور، يعني أنا المرة هذيك لما تكلمت ما كان قصدي معاذ الله يعني أنه ننتقص من علمكم شيء عند ذكر الأسماء، كلكم علمانا. فأقبل اعتذاري. الله يجزيك خير. رضي الله عنك وأرضاك. عبدك الله. الله يبارك فيك. الآن السؤال الأول، في هناك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآن ذكر مفسرون أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الآن هذه هناك حوالي 9 روايات كلها بسند صحيح وجيد وهكذا. الآن عملت في هذا المجال فلم يعني هذا فلم أو أصل إلى يعني شيء قاطع بالنسبة لهذا الأمر، على الرغم من أني بحثت في كتاب أي أمر عفوها فرح تكلم صاحب التاريخ عن غير ما ورد في هذا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو يعني ما رواه ابن عبد الحكم عن قصة القبطي اضرب ابن الأكرمين. لو تفضل أستاذنا الكريم لو يعطينا عن هذين الأمرين. الله يجزيك خير وسامحوني يا أستاذنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مسموح سيدي، حفظك الله ببرعاك. أهلا بك أخا صديقا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور خالد؟ مرحبا. أهلا وسهلا بكم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير وعافية. نحن سعداء باختيار موضوع الحلقة، هي السنة المحمدية ما بين الإنكار. مهندس خالد عزة. أيوة. مهندس كيف الحال؟ إزاي حضرتك؟ الله يرضى عليك يا سيدي. نحن ننتظركم على شوق يعني، وهذا اختيار جميل للحلقة اليوم، يعني كنا في احتياج ليه والله. الله يرضى عليك.
فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة موجودة، ولكن نعتب على علمائنا الكرام أنه دايما التركيز على القرآن. فإحنا يعني إحنا دايما الإنسان مننا دايما بيتجه للقرآن، ما يعني هذا شيء طبيعي، ولكن السنة السنة المحمدية إحنا كتير جاهلين بأمرها بصراحة، يعني أنا بتكلم بصراحة. فإنه يعني إنه دايما أي عالم جليل بيستضاف في قناة الشارقة، وإحنا نحيي قناة الشارقة، دايما بيخش في موضوع القرآن وتفسيره وي 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 وي، لكن السنة هي فين من علمائنا الكرام؟ هو ده سؤال. نعم، أحسنت والله، أحسنت، شكرا لك باشمهندس خالد، سؤال هندسي بالفعل، أين السنة يعني؟ طب دكتور خالد عبد العليم، تفضلت فيما تفضلت فيه، يعني المهندس خالد عزة نعد البرنامج من الآن، سيأتي قريبا بإذن الله تعالى بعنوان جوامع الكلم نتحدث فيه عن السنة، هذا إثبات حقوق على الهواء ليس إلا حتى لا يسرق جوامع الكلم، سيكون من إعدادنا وتقديمنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يوفقك. بارك الله فيك. فيما تفضلتم أن القرآن الكريم جاء مجملا والسنة فصلت، هم يقولون في القرآن الكريم إجمال وتفصيل داخل القرآن الكريم، فليس لنا حاجة في تفصيل السنة. نعم، هذا أيضا من عدم فهمهم للقرآن كله، لأن بتر آية من القرآن عن بقية الآيات فيه خطران: الخطر الأول سوء فهم المراد من الآية نفسه، والأمر الثاني هو أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، لأن في آية أخرى قال ربنا عز وجل: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هي وظيفة الرسول إن لم يبين ما نزل إليه؟ سيكون مأمورا باتباع ما أنزل إليه كبقية المكلفين، لكن ما هي الحكمة من إرسال الرسول لأي أمة؟ الحكمة أن يتحول المنهج النظري إلى منهج عملي ليسهل على الناس فهمه، ودائما الاقتداء للعمل أيسر من الاقتداء بمجرد الكلام. مثلا الصلاة، حينما علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة علمهم بطريق عملي وأمرهم أن ينظروا إليه ليقتدوا به. حينما نحن نريد الآن أن نعلم الناس الصلاة، محاضرة على مدى ساعتين نتكلم فيها عن الصلاة، ثم أمرنا واحد من الحاضرين أن يقوم ليصلي، لن يستطيع. صحيح. لكن لو فعلنا كما فعل مالك بن الحويرث حينما تعلم الصلاة في المدينة، ذهب إلى قومه فجمع كل القبيلة ثم صلى أمامهم ركعتين، وماذا قال؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الله، بطريقة عملية. التعليم بواقع العمل أيسر، جميل، وأقرب إلى عقول الناس جميعا. عثمان بن عفان لما طلبوا منه مرة أن يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوني بالماء. فجاءوا بالماء في إبريق، فتوضأ أمامهم وقال لهم: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان فهم الصحابة في من قبلنا. لذلك فحينما أنزل الله عز وجل القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، هم يأخذون آية ويبترونها عن بقية الآيات، فيأتي عندهم أمران خطيران كما قلنا: إما سوء الفهم للمراد من هذه الآية، وإما أن يضربوا القرآن بعضه ببعض. لما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو مأمور أن يبين، وهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم. أيضا تجد في القرآن الكريم الكتاب والحكمة، هذا مهم جدا في هذه المسألة. الكتاب معروف أنه القرآن الكريم، لكن ما هي الحكمة؟ هم قالوا القرآن بالضبط، هذه أيضا من شبهاتهم لعدم فهمهم بآيات القرآن الكريم وباللغة العربية: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. قالوا الحكمة القرآن. بالضبط، إحنا لو قلنا الحكمة هي القرآن، معنى ذلك أن سياق الآية لا يستقيم، لأن الآية تقول: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، هنا في واو، الواو تفيد العطف وتقتضي المغايرة. لو قلنا أن الحكمة هي الكتاب، إيه معنى الآية؟ وأنزلنا عليك الكتاب والكتاب. لكن الحكمة هنا بإجماع كثير من المفسرين قصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام الشافعي أن الحكمة، قال: أسمع من أرضى من أهل العلم يقولون عن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في كتابه القيم الرائع، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه، اسمه كتاب الرسالة، للإمام الشافعي رحمه الله أكد ذلك. فهنا ترى أن الكتاب والحكمة جاء بينهما واو العطف،
والعطف هنا يقتضي المغايرة. يقتضي المغايرة. إذن نعم. الحكمة غير الكتاب، فالحكمة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا سأعود إلى فضيلتكم مرة أخرى، لأن هنالك يعني شبهة تقال بأن بعض رواة الأحاديث كان يحفظ ألف ألف حديث، ما يقرب مليون حديث، والآن جمع البخاري في صحيحه 7000 حديث، منهم ما يقرب من 3000 أو 4000 مكرر، فكيف يصل الأمر بألف بمليون حديث إلى 4000 حديث؟ ألا يدعون هذا بأن نشك في بعض الأحاديث الموجودة في كتب الصحاح؟ هذا منطق عقل يقولونه. أستمع إلى إجابتكم بعد هذه المداخلة اللطيفة من معالي الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاء، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القاهرة، عالمنا الجليل. دكتور محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بكم سيدي، حفظك الله ورعاك. حياكم الله وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا حقيقة على هذا البرنامج الخير المبارك. بارك الله فيك سيد الدكتور عصام، وأنتم أيضا. سيد الدكتور عصام، هنالك منكر السنة يقولون نكتفي بالقرآن الكريم فقط ولا داعي أصلا للسنة والاحتذاء والاقتداء بها، ويبدون في ذلك شبهات وأباطيل وكلام وأسانيد، فماذا ترد عليهم في بادئ الأمر دكتور عصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في سنة الحبيب المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أهل سنته المقتدين المقتفين أثره، إنه سميع جواد كريم. حقيقة أخي الحبيب، يعني مسألة ما يتعلق بالأخذ بالسنة النبوية، هذا أمر يعني أنا أعتبره من الأمور التي هي معلومة من الدين ضرورة، لأن ومن ينكر ذلك فهو كافر بإجماع أهل الملة. وذلك أن القرآن الكريم قد أمرنا بذلك، والأمر فيه يقتضي الوجوب، ومن ترك أمرا من أمور الدين التي أمر القرآن بها وجوبا بلا شك أنه رد أمر الآمر عليه، هو الحق سبحانه وتعالى. وهذا الأمر جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم من القرآن دكتور عصام، ما للعموم، يعني مسألة الماء، يعني كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون القرآن فقط دكتور عصام، يقينا عن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، فهو أمر يجب علينا أن نأخذه ولا يجوز لنا أن ننكره. دكتور عصام، معذرة، هم يقولون ما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه، أي القرآن الكريم. ومن الذي خصص هذا؟ الحقيقة كما يقول علماء الأصول، هو الرسول لم يأتي إلا بالقرآن بلا مخصص. ما هنا تفيد العموم، والعموم هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء أهل السنة الذين يقتفى أثرهم يقولون الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، وحي غير متلو وهو السنة، السنة الصحيحة. وهذا الذي فهم هذا الأمر أخي الكريم هم أصحاب النبي، خير من فهموا على الله مراده. لما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقالت له: أنت تنكر علينا أمرا وتزعم أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال: أي أمر يا أمة الله؟ قال: الأمر النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة وما إلى ذلك. فقال: وتنكر علينا أنه من القرآن، من وتنكر وتقول إنه من القرآن الكريم. وفي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، قال لها: نعم، أنا من القرآن الكريم، وهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت له: أي آية تعني؟ فقرأ لها قول الله سبحانه وتعالى، هذا في سورة الحشر. قال لها: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا قضية هذا الفهم أخي الكريم، هذا فهم الصحابة الذين تلقوا هذا الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا به عن سيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام.
ولذلك هؤلاء الذين ينكرون السنة الحقيقة أربأوا بنفسهم أن نسميهم قرآنيون. هؤلاء ليسوا قرآنيين ولا يمتون إلى القرآن بصلة. هؤلاء يريدون أن يفسدوا علينا ديننا ويريدون أن يأخذوا شطر الدين. وإن كانوا مسلمين دكتور عصام، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. دكتور عصام هم مسلمون، يعني حجتهم أنهم مسلمون، فماذا يقولون في هذا؟ نعم. وبرغم كونهم مسلمين دكتور عصام، أخي يزعمون من ترك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا بقي له من الدين؟ ثم يعني أنا أقول لهؤلاء حقيقة، من الذي أعلمنا عن مقادير الزكاة؟ ومن الذي أعلمنا عن كيفية الصلاة؟ من الذي علمنا كيف نحج؟ أليست السنة الصحيحة؟ ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فهذه حسن. كلها حقيقة يعني أنا أعتبر أن واقع الحال وواقع السنة النبوية الحبيبة أكبر رد على هؤلاء. لو قلنا لهم جردوا أنفسكم من السنة ثم أعطونا كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تؤدون الحج، كيف تفعلون تؤدون زكاة أموالكم، سوف يرجعون يقينا إلى السنة، فهم لا غنى لهم عن السنة في حال من الأحوال. جميل جميل، شكرا سيدي الأستاذ دكتور محمد الصامع الخضال الأستاذ. بارك الله فيك، والحقيقة أنا أحييك وأحيي ضيفك الأخ الحبيب الدكتور خالد. مرحبا دكتور عصام، بارك الله فيك. يعني هذه البرامج المباركة التي تبصر الناس بأمر دينه، ونسأل الله أن يثيبكم ويأجركم عليها حقيقة. على أمل أن تشاركنا من داخل الاستوديو إن شاء الله دكتور عصام. الله فيك. إن شاء الله حياك. شكرا لحضرتكم، حياك الله وحفظك الله ورعاك سيدي. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دكتور خالد، يعني فيما تفضلتم به مع الأستاذ دكتور محمد الصامع القضاء وما قرئ يعني من قبيل العصف الديني الآن، إذن كما يقولون يمكننا أن نستعين بالسنة للاستئناس وليس للاستدلال. نعم، هذا للأسف من سوء فهمهم لمعنى الكتاب. الكتاب جاء بمعنيين، المعنى الأول يقصد به القرآن الكريم والسنة، يعني إذا قلنا الكتاب قصد به القرآن والسنة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم. ماذا روى؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي بيني وبين فلان بكتاب الله. انظر إلى دقة اللفظ، كان القرآن يقصد يعني، هو قال له اقضي بيننا بكتاب الله. الله نعم. خصمه كان أفقه منه، قال يا رسول الله اقضي بيننا وأذن لي. قال تكلم. قال يا رسول الله يعني اقضي بيننا وأذن لي، وأذن لي يعني أن أتكلم. فقال فأذن له. فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيف بمعنى خادم أو فراش أو مثل هذا أو يعمل عنده. نعم. فزنى بمرأته ابنه، فزنى ابنه زنى بمرأته. فلما زنى بمرأته افتديت ابني بمئة شاة وخادم، فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله. أما المئة شاء والخادم فرد، ترد عليه، ترد. نعم. طيب. وأما ابنك فجلد مئة وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد من الحديث في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأقضي بينكم بكتاب الله، ليس في كتاب الله رد مئة شاة وخادم، وليس في كتاب الله الرجم، وليس في كتاب الله تغريب عام. إذن حينما قال أقضي بينكم بكتاب الله، فالكتاب إذا ذكر قصد به القرآن والسنة معا. الحديث الذي تفضل به الدكتور عصام أنا أذكره بسياقه لأنه روي أيضا في البخاري ومسلم، وهذا لفظ الإمام مسلم. أن ابن مسعود رضي الله عنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد تسمى أم يعقوب. المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن للزينة تحديدا، للزينة تحديدا. يعني هذه هي المغيرات، المغيرات خلق الله، خلق الله، خلق الله. أحسن. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد اسمها أم يعقوب، فجاءت فقالت ما هذا يا ابن مسعود، أنت تقول كذا وكذا وكذا. قال وما لي لا أنعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد رأيت ما بين، لقد قرأت ما بين دفتي الكتاب فلم أجد هذا. قال بلى وجدتيه. قالت أين؟ قال في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا نص الحديث.
فحينما قال ما لي لا أنعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فهم عبد الله بن مسعود أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أيضا من كتاب الله، لأن السنة إنما هي وحي من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهناك الوحي المتلو وهناك وحي جاء على لسان المصطفى عليه السلام. إذا الكتاب يطلق على القرآن والسنة معا، والكتاب يطلق على القرآن فقط لكن متضمن فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع الله وأطيع الرسول. طب إذا كان القرآن الكريم مثلا في الحديثة التي ذكرتها حديثة الزنا مثلا اكتفى بالجلد ولم يفصل الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة سورة النور، بداية سورة النور، ولم يفصل التفصيلات الباقية، فلما لا نسكت عما سكت عنه القرآن الكريم؟ أو لستم كدعاة تقولون لنا هذا الكلام؟ نقول ما تكلم فيه القرآن نتكلم فيه، وما سكت عنه القرآن نسكت عنه؟ لما نذهب إلى لأن القرآن ما سكت عنه. القرآن أمرنا أن نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما احتكم إليه هؤلاء الصحابة، ثم أمرنا أن نقبل ما حكم به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. سائل يسأل حتى يحكموك، يحكموك إذا كان حيا نذهب إليه. طيب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كيف نحتكم إليه؟ نحتكم إلى سنته، وسنته الصحيحة محفوظة ولله الحمد. يعني حيرتمونا يا شيخ، مليون حديث كما سألت حضرتك في قبل مداخلة الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاة جزاه الله خير خيرا، الحديث ألف حديث كان يحفظ المحدث، وانتهوا إلى 7000 حديث، منهم 3000 حديث مكرر أو 4000 حديث مكرر. أنا سأبين لك هذا بعد هذا الاتصالات في معدل الحديث. أختنا أروى من أمريكا، السلام عليكم. يا مرحبا. جزاكم الله خير. الله يحييكم يا الله. بارك الله فيك. انا عندي يعني هو سؤال ومداخله في نفس الوقت، انه يعني انا بكلمكم عن الاشياء اللي انا اراها هنا عندنا في امريكا. في اسلوب جديد للتشكيك في السنه النبويه، وهو مش التشكيك في المصدر او المرجع، التشكيك في محتوى الحديث نفسه، وبيمسكوا احاديث موجوده في صحيح بخاري وبيحكوا انه على عبر التاريخ العلماء، كثير من العلماء أساءوا تفسير هذه الأحاديث النبوية، وبيعتدوا مثلا في مؤتمر جرى يعني حديثا في تركيا تقريبا 200 عالم اجتمعوا لإعادة تفسير الأحاديث النبوية هذه. جيد. يعني في من الناس مثلا حديثي الإسلام بيمسكوا الحديث وبيحكوا إنه فعلا هذا الحديث الشكل الظاهر له إنه يعني غريب الفهم منه، مثلا حديث موجود في صحيح بخاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي مثلا عن سوء الطالع، لو كان أنا مش حافظ المضبوط نص الحديث بس بما معناه إنه لو كان في سوء طالع أو سوء حظ بده يكون مثلا في المرأة في الكلب، فهم ماسكين قضية المرأة، فإنه بيتهموا الرسول الكريم بإنه يهاجم المرأة. فأنا أتمنى إنه يتم توضيح مثلا أو رأي الدكتور يعني الفضيل ضيفك الفضيل إنه يحكي لنا مثلا لم يقصدون حديث الكلب الذي يمر بين يدي مصلى أو امرأة حائض. لا فيه كلام كبير. المرأة الحاضر هو لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والدابة والدار. وأنا سأبين لها سأبين لأن الجواب جاء أيضا في نفس الحديث. نعم حاضر يا أختي. سبحان الله، يعني بيمسكوا الأحاديث بيقولوا إنه العلماء أساءوا تفسيرها ومسكين في الحديث نفسه. الآن أتمنى إنه ينصحنا الدكتور يعني الضيف الفضيل بأنه يعني مراجع موثوقة مثلا فسرت الأحاديث النبوية، بحيث انه يعني احنا مثلا الناس احنا مثل هون نستفيد من هذه المراجع، يعني يستاهل نوصل لها. حاضر، شكرا اختي، بارك الله فيك، اشكرها على هذا السؤال. طيب احنا ناخذ هذا الاتصال ايضا. طيب السلام عليكم. اخونا ابو يوسف من امريكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الحقيقه في البدايه بحييكم على هذا البرنامج الشيق، بارك الله. ويعني نحن كمسلمين بنحتاج الى هذا البرنامج، وخاصه يعني اذا هناك يعني مغالطات كثير في التاريخ الاسلامي وفي السنه وفي القران. في الحقيقه يعني نحن احوج يعني والمسلمون يعني في حاجه كثيره الى يعني الى فهم التاريخ الصحيح، التاريخ الاسلامي للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه وللتابعين وايضا وكذلك يعني والخلافات الاسلاميه بصفه عامه يعني. يعني جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، ولكن هناك بس يعني سؤال للشيخ خالد.
وهو يعني الشكل ذكر أن يعني أن الرجم لم يذكر في القرآن، وأنا قد قرأت في بعض كتب الفقه والسيرة أن أنه يعني أنه آية الرجم في الحقيقة ذكرت، كانت يعني آية كانت في القرآن ولكن نسخت. فما قول يعني الدكتور خالد على هذا في هذا الشأن؟ لأن هو يعني في نفس الحديث الذي ذكره الشيخ الدكتور خالد مع ذلك أخي أبو يوسف. نعم مع أنت تقول الآية كانت في القرآن لكنها نسخت، من قال هذا الكلام؟ أنا قرأت في نريد التوثيق كتابه، من قال هذا الكلام؟ لا هذا ليس سؤالا لك، لكن حتى نعرف الكتاب فنتجنبه. هو في الحقيقة أنا تقريبا هو فقه السنة للسيد صادق، أنا قرأته من زمن بعيد يعني في الحقيقة. يعني وقرأت نفس الحديث أن هي آية الرجم كانت موجودة ولكنها نسخت. يعني أريد يعني بس توضيح أكثر من الشيخ خالد على هذه النقطة. ولي طلب يعني آخر بس يعني خارج هذا نص البرنامج، وهو يعني أتمنى يعني في أمريكا نحن نأخذ الأجازة الأسبوعية في السبت والأحد، وأتمنى أن يكون برنامج لمسات بيانية أيضا يوم السبت أو الأحد، بحيث نحن نتمكن من المشاهدة المباشرة، لأن أنا لا أتمكن في لمسات بيانية إلا مشاهدة البرنامج المعاد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود يعني، وجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك ولك ايضا مثل ذلك وزياده. نرفع الامر لاداره التلفاز بخصوص لمسات بيانيه وتغيير مواعيده باذن الله تعالى. حاضر. اختنا اروى يعني اشكرها على هذا السؤال حقيقه، لانه فعلا هاجم واوضح ان الرسول يهاجم المراه بشكل غير عادي. نعم. اولا هذا الحديث لا شؤم الا في ثلاث، المراه والدابه والدار. ثم قال في بعض الروايات اما شؤم المراه فسوء خلقها، اما شؤم المراه فسوء خلقها، وأما شؤم الدار فأن تكون ضيقة قليلة المرافق، وأما شؤم الدابة ألا تحمل صاحبها إلى ما يريد. يعني في بعض الروايات جاء ما معنى الشؤم هنا. أيضا أنا أقول أن سوء الخلق أيضا كما تفضلت بطر الحديث، بطر الحديث وبطر معناه. لكن الذي يريد أن يفهم الحديث لابد أن يعرف سبب ورود هذا الحديث وأن يعرف فقهه. سأضرب لك حديثا رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن رجل بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ففي واحد من الجالسين قال إن كنا نعطي ماءنا لجيراننا، الآن لا نعطيهم. المحدث الفقيه قال له قل فهمك، إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالة من السبايا. انظر هنا إلى الحديث، وطء الحبالة من السبايا، ماء الرجل يقصد ماء الرجل يقصد المني، بمعنى إذا جاءت امرأة في السبي حبلى فقد سقي رحمها بماء غيره، فإذا جاءت في نصيبه فلا يطأها حتى تضع ولدها. انظر إلى نص الحديث أين ذهب. نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. فاللي بيسمع يقول احنا نعطي ماءنا لجيراننا يزرعون، لكن قصد الحديث ومعناه في جانب آخر، وهو النهي عن وطء الحبالة من السبايا. كذلك في كثير من الأحاديث يساء فهمها لأنهم لا يعرفون أولا سبب ورودها، ورود الحديث. الأمر الآخر فقه هذا الحديث وما الذي يراد به، من الذي يزيل هذا الغموض والإشكال؟ إنما هم العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ما سألتني عنه على عجالة في مسألة الأحاديث التي هي بالملايين، لله الحمد علماؤنا كانوا يحفظون الموضوع والصحيح. لماذا يحفظون الموضوع وهو في الذاكرة عندهم؟ حتى يحذروا منه الأمة فيكونون على حذر مما يعرض عليهم من أحاديث فيغربلون الصحيحة من السقيم. وبخصوص آية الرجم التي نسخت، أنا أقول له يا أخي أن الرجم ثبت بالسنة والجلد ثبت بالقرآن. نعم. خلاصة الأمر فيه. نعم بارك الله. والإجابة المختصرة ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء. بإذن الله تعالى إن شاء الله فيه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلهنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج من يكتب التاريخ. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة